واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد نور محمد نور في حوزات في نسلون شفينا بدرب من الله بذكر اسم نبي الأولين إكراما للمتوسلين الطلب من الله أن الأنبياء والأولياء لا يخلقون مضرة ولا منفعة ولكن نحن نسأل الله بهم رجاء تحقيق مطالبنا فنقول يا ربي بالمصطفى خلق الله كلهم محمد سيد الكونين.